حبتها. اشتريت هدية لابنتي فأحبتها. طيب رقم 4، آتي بمفرد عظام في العبارتين اللاتي تتيب. وباتت في عظامي مفرد عظام مفرد عظام عظم. في الكرة بالعظام مفرد عظام هنا. طيب كما في النص في الكرة بالعظام مفرد عظام عظيم، هنا العظام هنا الكبار يعني. وباتت في عظامي هنا المقصود فيها عظم الإنسان، العظم مفردها العظم، عظامي عظام مفردها عظيم. 5، ابحث عن نص عن ابحث عن جمع كلمة كربة. جمع كلمة كربة كرب كرب. طيب الصفحة 85، أين تبيت الحمى كما صورها الشاعر؟ أين تبيت الحمى كما صورها الشاعر؟ وزائر يتكن بها حياة فليس تزور إلا الظلام. بذلت لها المطار في الحشايا فعافتها وباتت وين؟ في عظامي. أين تبيت الحمى كما صور الشاعر؟ في عظامي. طيب كيف صور الشاعر العلاقة بين الصبح والحمى؟ البيت الرابع، نقرأ البيت الرابع. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. صور الشاعر كأن الصبح يطردها وهي تكره فراقه فتبكي، كما صور الشاعر. طيب رقم 3، كيف يراقب أبو الطيب موعد قدوم الحمى؟ يراقب وقت قدومها خوفا لا شوقا، يعني يراقبها ما يبيها تجي الحمى ولا يبي لها شوق ولا يبي لها، يعني خايف منها من الحمى من المرض. 4، يصور الشاعر صدق شر في أحد الأبيات، في كيف يكون ذلك؟ موجود البيت قبل الأخير، إنها صادقة في الوعد في القدوم وذلك الصدق شر من الكذب، لأن الصدق يضر ولا ينفع كما تصور الشاعر. رقم 5، هل يعاني المصاب بالحمى في يوم هذه مثل ما عاني الشاعر منها ولماذا؟ لا، الوقت الحالي لا يعاني منها من الحمى، لأن في السابق كانت لا يوجد مستشفيات ولا أدوية يعني كافية مثل الوقت الحالي، لكن الحين الحمد لله مستشفيات وأدوية متوفرة كل مكان. هل يعاني المصاب بالحمى في يوم هذه مثل معانا الشاعر اللي هو الطيب المتنبي منها ولماذا؟ اكتب لا، لأن لا توفر الإمكانيات الطبية والأدوية التي تخفف من ألامها. طيب نكمل.